التهاب اللوز في نوعين، في نوع بكتيري وفي نوع فيروسي. النوع البكتيري بيبقى فيه طبقه بيضاء كده اهوت عباره عن افرازات او بنسميها صديد على اللوز، وغالبا التهاب الفيروسي غالبا بيبقى فيه ما فيش الطبقه ديت ويبقى اللوزه نفسها كبيره ومحمره شويه. الطفل غالبا بتيجي في الاطفال اكتر، وبيبقى غالبا مشكلته ان هو مش عارف ياكل، بمعاه سخونيه. ساعات بالام تلاحظ ان في حاجه طالعه له على رقبته، ان هو هي بيعتقد ان ده اللوز، ده مش اللوز، ده الحيل بتاع اللوز. ميبقاش في كحه، لو في كحه غالبا بيبقى ده التهاب فيروسي في الحلق نفسه مش في اللوزه. حقيقه الامر احتقان الزور ده شكوى، يعني العيان بيجي يقول انا عندي احتقان في الزور. سببه ايه؟ حاجات كتير جدا، من ضمنها التهاب اللوز. يعني ممكن يبقى فيه التهاب في اللوز، ممكن التهاب في الحلق، ممكن التهاب في اللوز والحلق، ممكن يبقى اسباب بكتيريه او اسباب فيروسيه او اسباب اخرى نادره شويه في جهاز المناعه او اورام بعد الشر. معكم دكتور ريمون رافض، استاذ مساعد انف وزور وحنجره في كليه الطب جامعه اسكندريه، وتابعونا على ذا كلينيك.